هل التوبة يا فضيلة الشيخ لها مزية في رمضان أم أن التوبة في كل وقت؟ التوبة في كل وقت، ولكن في رمضان لها مزية إذا كان ينوي الاستمرار عليها، ما هو في رمضان فقط، يتوب في رمضان ويعود إلى أعماله السيئة بعد رمضان، هذا ما تقبل توبته، فيتوب إلى الله في رمضان ويستمر عليها إلى الممات. نعم.